إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 229 من سورة البقرة، فإلى التفسير. أن نجد جماعة من علماء المالكية يحكون هذا الإنكار ويقولون بحرمة هذه المعاملة، ولكنهم بعد ذلك يعودون إلى إساغة مثل هذا العمل بطريقة أو بأخرى. ومن من وقع في ذلك ابن العربي في أحكام القرآن له، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فإنهما قالا بأن الشرط الذي ذكر هنا وهو قوله سبحانه وتعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد. وما كان وارداً مورد الأغلب المعتاد من المنطوق لا يؤخذ بمفهومه. هذه خلاصة ما احتج به القرطبي وما احتج به من قبله ابن العربي. والإمام ابن عاشور وهو من علماء المالكية كر على مقالتهما هذه بالنقض في تفسيره التحرير والتنوير، وقال بأن منطوقات تكررت 3 مرات ومفهوما تكرر 2 مرات في الآية الكريمة، كل منها يشد الآخر في الدلالة على خلاف ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قال أولا ولا يحل لكم، وهذا منطوق صريح، أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. ثم قال استثناء من هذا الحكم الذي جاء بصريح المنطوق إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن المنطوق هنا وهو قوله إلا أن يخافا جاء دالا على أن يأتي الحكم مخالفاً لذلك عندما يكون هنالك خوف ألا يقيم حدود الله. وفي هذا المنطوق مفهوم، وهو أنه إن لم يكن هنالك خوف فلا يمكن أن ينصرف الحكم الأول عما دل عليه من الحرمة بقوله تعالى ولا يحل لكم. ثم جاء المنطوق الثالث مصاحباً لمفهومه في قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فضلاً عن اعتضاد ما في هذه الآية الكريمة من منطوق ومفهوم بما دلت عليه الآيات الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإن كل من ذلك يدل على تأكيد الحرمة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. ثم قال بأن ما ذكروه من أن الشرط المذكور هنا وارد مورد الأغلب المعتاد هو حكم لا ينطبق على الشرط، وإنما ينطبق على مفاهيم الصفات والأحوال والغايات. أما الأشياء التي يؤتى بها للتقييد كالشرط مثلا فلا يمكن أن يقال في مفهومها نحو هذا القول. وبعض المفسرين قالوا بأن نفي الجناح عن الاثنين
مع أن الجناح ينتفي عن واحد وهو الزوج دون المرأة، لأجل أن الاثنين سيقا مساقا واحدا، فاعتبر بمثابة الشيء الواحد. وهذا كما قال الله تعالى: في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أنهما يخرجان من البحر المالح دون العذب. وهذا مبني على ما وصلوا إليه من قبل من كون البحر المالح لا يخرج منه اللؤلؤ، وقد ثبت خلاف ذلك، ووجدت لآلئ صيدت من البحر العذب، وهي لا تزال محتفظا بها إلى الآن، كما أفادت بهذا المجامع العلمية المؤلفة حديثا. ومهما يكن، فإنه عندما تكون هنالك ضرورة ملحة تقتضي المرأة أن تتخلص من الضرر لأجل دفع آثار لا تكاد تتحملها، إما لأجل الإضرار بها في دينها أو الإضرار بها في دنياها، فهي غير مخاطبة بشيء، أي هي غير متوجه إليها هذا المنع هنا، بخلاف الرجل الذي يأخذ. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، كلمة شيئا هنا جاءت منكرة لتفيد العموم، لأنها كما قيل هي أنكر النكرات. ثم بجانب ذلك جاءت في سياق النهي الذي هو رديف النفي، وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ أي شيء كان قليلا أو كثيرا مما آتاها إياه الرجل. لا يحل له أن يأخذ منه قليلا أو كثيرا، وهذا الذي دل عليه أيضا قول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي ذكر البعض هنا، فالأولى أن لا يجوز الأضل من أجل الذهاب بالكل. ونحوه: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أيضا جاء بكلمة شيئا الدالة على القليل والكثير والدقيق والجليل، فليس له أن يسترد شيئا قط، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يكون هنالك خوف بألا يمكنهما القيام من حدود الله. وقرئ: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وهذه القراءة قرأ بها حمزة، كما قرأ بها أيضا يعقوب وأبو جعفر من القراء العشرة، وقد اعترض عليها بعض المعترضين لأجل بعض الأشياء التي لا اعتبار لها، وأطالوا في ذلك. وقد تقصى هذه الاعتراضات أبو حيان في تفسيره، فأدحضها بما بينه مما يرد عليها. وعلى هذا فإن الذين يخافون بناء على هذا هم الوسطاء والحكام، إلا أن يخافوا هم ألا يقيم هذان الزوجان حدود الله. وكيف يكون عدم إقامة حدود الله؟ قيل: إنما ذلك بأن تكون هذه المرأة مبغضة لزوجها بغضا شديدا بحيث لا تتحمله، وتفصح له عن ذلك، فله أن يسترد ما آتاها أو بعضه في هذه الحالة، لئلا يخسر المرأة والمال جميعا. وهذا أيضا من لطف الله تبارك وتعالى عند نشوز النساء، فإن الرجل لو لم يحل له أن يأخذ شيئا في هذه الحالة
لباء بخسرانه المرأة وخسرانه المال الذي دفعه إليها. والمرأة أيضا تريد في مثل هذه الحالة إن وجدت ضيقا في نفسها من معاملة هذا الرجل أن تتخلص منه ولو دفعت إليه كل الصداق الذي آتاها إياه. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور بأن ذلك إنما يتمثل في شدة الكره من هذه المرأة للرجل حتى يتيقن هو منها ذلك. وجاء عن ابن أبي الحسن كما ذكر ابن جرير وغيره بأن تقول له: لن أبر لك قسما، ولن أطيع لك أمرا، ولن أغتسل لك من جنابة. والشعبي ذكر الأمرين الأولين وتعجب من الثالث، وقال بأن الغسل من الجنابة يجب عليها ولو زنت، إلا أنه يبدو بأنه لم يدرك بعد ما ذهب إليه الحسن ذلك، لأنه قيد ذلك بقوله فيما يحكيه عن هذه النواشز من الكلام بقوله: لك، أي لن أغتسل من جنابة بسبب مواقعتك إياي. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى شدة النفار بين الرجل والمرأة. والمرأة إن كانت متقية لله عز وجل خائفة منه وقد ابتليت بهذا الكره الشديد في الرجل، ترغب في أن تتخلص منه بدفع المال الذي آتاها إياه. المرأة تريد أن تتخلص منه بذلك خشية أن تقع فيما حرم الله، لأنها قد تضاره مضارة شديدة بمنع حقوقه التي فرضها الله عليه وبإيذائها إياه بقولها وبفعلها، فهي تتقى الله وتخشاه من أن تقع في هذا المحذور، فلذلك تريد أن تفتدي بمالها لئلا تقع في مثله. وأما الرجل فإنه أيضا يخشى أن تحصل في نفسه ردة فعل فيعامل هذه المرأة بأقسى المعاملة التي تتجاوز حدود ما أباح الله تبارك وتعالى أن تعاقب به المرأة الناشز، فكلاهما يخافان ألا يقيما حدود الله. الخوف يحصل في نفس الرجل ويحصل في نفس المرأة، فالمرأة تخشى التقصير في حقه وتخشى أن يدفعها كرهها له إلى إيذائه بالقول وإيذائه بالفعل، والرجل يخشى أن يقابل هذا الإيذاء وهذا التقصير بما يتجاوز حدود ما أذن الله تبارك وتعالى به. وقد روي عن بعض علماء السلف بأن هذه الإباحة مقيدة بتجربة الحلول التي أرشد إليها الله تبارك وتعالى إليها أولا، وهي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وذلك أن هذا القائل ذهب إلى أن أخذ الفدية من المرأة لا يجوز إلا بعد المرور بتجربة هذه الحلول جميعا، وذلك أن يبدأ أولا بعظتها ثم يهجرها في المضيع ثم يضربها ثم بعد ذلك كله يرفع الأمر إلى الحاكم المسلم ليتولى القضاء وليحاول بدوره تحكيم حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، علهما يتوصلان إلى الإصلاح. فإن لم يمكن الإصلاح ويمكن رد المرأة عن نشوزها بعد هذه المحاولات كلها، حينئذ تكون
هذه الفدية حلالا للزوج، لأن كل منهما يخشى في هذه الحالة ألا يقيم حدود الله، على أن التعبير بكلمة يقيم هنا فيه ما فيه من الدلالة على وجوب المحافظة على هذه الحدود. فإن الله تبارك وتعالى أراد بهذا التعبير أن يشير إلى أن هذه الحدود يجب أن تراعى حتى يؤتى بها كاملة غير منقوصة، كالجسم المعتدل القائم الذي ليس به شيء من الخلل، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وحدود الله تبارك وتعالى فرائضه التي فرضها على عباده، فالحقوق الزوجية هي من حدود الله، وهي هذه التي يخشى الزوجان مع وقوع النشوز والإعراض بينهما أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالمحافظة على هذه الحدود التي هي حقوق كل واحد من الزوجين. ثم إن العلماء الذين تحدثوا عن هذه الفدية أو هذا الخلع الذي يقع بين الزوجين اختلفوا هل يشترط أن يكون بواسطة الحاكم أو لا يشترط ذلك، بحيث إذا تصالح الطرفان فلا حرج في ذلك ولو لم يكن حاكم وسيطا بينهما. فالجمهور بأن الخلع أو الفدية لو وقعت ما بين الزوجين من غير أن يتوسطهما حاكم فلا حرج في ذلك، وهذا هو رأي الجمهور كما قلت. ولكن الحسن وابن سيرين وروي هذا القول عن زياد ابن أبيه كانوا يقولون بأنه لا بد من أن يكون الخلع بواسطة السلطان، ولعلهم نظروا إلى ما كان يتم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء رضي الله عنهم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع أول خلع في الإسلام بين ثابت بن قيس بن شماس وامرأته، ووقع مثل ذلك أيضا في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهود غيرهم من الخلفاء. فلذلك ربما قيدوا نظرا إلى هذه الوقائع، ولكنها لا تتجاوز أن تكون وقائع حال. وبما أنها وقائع حال فلا معنى لهذا التقييد، ورأي الجمهور في هذا أصح. وهذا الجزء من هذه الآية الكريمة نزل كما ذهب جمهرة من المفسرين من أجل قصة ثابت بن قيس التي أشرت إليها، وهي قصة مشهورة في الصحاح والسنن والمسانيد في كتب الحديث. وإن كان هنالك خلاف كثير ما بين علماء الحديث في المرأة التي كان بينها وبين ثابت هذا الخلاف، فقيل هذه المرأة هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بنت رأس المنافقين، وقيل هي أخته هي جميلة بنت أبي، وقيل هي جميلة بنت سلول. روايات متعددة جاءت بهذا وبذاك، وقيل هي امرأة أنصارية أخرى. وقد اختلف علماء الحديث في الجمع ما بين هذا الشتات من الروايات المتنافرة، والحافظ ابن حجر رجح بأن القصة تكررت للرجل مرتين،
ولئن كانت تكررت له مرتين فإن ذلك يمكن أن يجمع بين الرواية التي تقول بأن هذه أخت عبد الله بن أبي أو كما قيل، وبين الرواية التي تقول بأنها امرأة أنصارية أخرى، ولكن كيف يجمع ما بين هذه الروايات المتعددة التي تقول بأنها جميلة بنت عبد الله أو جميلة بنت أبي أو جميلة بنت سلول أو زينب كما جاء في بعض الروايات الأخرى؟ فإن الجمع عسير جدا، وفي كل هذه الروايات جاء ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت بن قيس بأن يسترد ما آتاها إياه. في بعض الروايات جاء بأنه أصدقها حديقتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستردهما منه، فقال: أو يصلح ذلك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاسترد منها الحديقتين. وجاء في بعض الروايات بأنه أصدقها حديقة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إليه حديقته، وأمره أن يتقبل منها الحديقة. وفي بعض الروايات: خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. والمرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تعيبه في خلق ولا في خلق، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، أي تكره كفر النعمة بإساءتها إلى العشير، وإساءة العشير من كفر النعمة كما دل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن تسيء إليه بسبب أنها لا تطيقه. وقد جاء أيضا في الرواية أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها رفعت الخباء فرأته مقبلا بين الرجال، فإذا هو أسودهم وجها وأقبحهم صورة وأقصرهم قامة. هكذا بسبب كرهها له كانت تراه بهذا المظهر. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن خفتم، قيل إن خفتم بمعنى إن علمتم، هكذا قال جماعة من المفسرين، وانتقد ذلك القطب رحمه الله تعالى ذلك، لأن العلم وما يدل على العلم إن عمل في أن فإنها لا تنصب المضارع بعدها، لأنها تكون في هذه الحالة مخففة من الثقيلة، كما في قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. ومنهم من فسر العلم هنا بمعنى الظن، أي إن ظننتم، ومعنى ذلك أنه ترجح عندكم أنكم لن تقيموا حدود الله. منهم من فسر الخوف هنا بمعنى الظن، وقال بأن المراد بقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي إن ظننتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقيل بأن الخوف هنا على أصله، والذين ذهبوا بأن الخوف بمعنى العلم قالوا بأن الخوف إنما هو أن يترجح في نفس الإنسان شيء يشفق منه فتنبعث منه الشفقة على نفسه، وهذا قد يكون علما وقد يكون ظنا. وعلى هذا فإطلاق الخوف على الظن أو إطلاق الخوف على العلم مجاز إرسالي، علاقته السببية التي تكون بين المعبر عنه والمعبر به.
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل المقصود بما افتدت به كل شيء تفتدي به سواء كان من نفس الصداق الذي أصدقها الزوج إياه أو كان زيادة على ذلك الصداق؟ هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فقيل بأنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما آتاها إن اصطلح على ذلك. وهؤلاء نظروا إلى هذا العموم في قوله تعالى فيما افتدت به، لأن ما تفيد العموم. وهذا القول مروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، فهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وآخرين من الصحابة، وذهب إليه جماعة كبيرة من التابعين، وذهب إليه من الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. وقيل بأنه لا يجوز له أن يأخذ منها إلا مما آتاها من الصداق فقط، سواء كان أخذه للكل، أي لكل ما آتاها، أو لبعض ما آتاها. وهؤلاء نظروا إلى أن السياق إنما كان سياق منع، وجاء من بعده ما يدل على الإباحة، فإذا المباح هو الذي كان ممنوعا من قبل. فالله سبحانه وتعالى يقول أولا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن، فحجر الأخذ مما آتاها. ثم بعد ذلك أتبع ذلك قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقرأ بعضهم فيما افتدت به منه، أي مما آتيتمهن. وهذا القول روي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبعض العلماء يقول لا يصح ذلك عنه، كما روي أيضا عن جماعة كبيرة من التابعين، وهو قول أحمد وإسحاق. وأصحابنا عندهم القولان جميعا، والذي يفهم من كلام القطب رحمه الله تعالى أن الزيادة مكروهة، وفي بعض كلامه ما يدل على أنها محرمة، ولكن مع ذلك لا تقتضي فساد الخلق، لأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. وفي مناقشة أدلة هذين القولين خلاف في مناقشة أدلة هذين القولين كلام لأهل العلم، وهناك مسائل أخرى تترتب على بعض الاعتبارات في مدلول هذه الكلمات من الآية الكريمة في أحكام الخلع، نرجع الحديث عنها إلى الدرس الآتي إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 229 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.